وينضم إلينا مراسل الغد من هاتاي محمد الفنيش ومن أضنة علي تباب. أبدأ معك محمد، ربما غيرت مكانك هذه المرة، هل لك أن تصف لنا الصورة وهذه المنطقة؟ نعم سهام، خلفي أو على يميني تشاهدون البحر الأبيض المتوسط، وعلى يساري جبال هاتاي التي تفصل بين البحر وبين مدينة أنطاكيا المنكوبة. لو كان الزلزال جاء من اتجاه الشمال في اتجاه الجنوب، لو كان الزلزال جاء من اتجاه الشرق في اتجاه الغرب أو العكس من الغرب في اتجاه الشرق لكانت الكارثة. لماذا؟ لأن الزلزال مركزه كهرمان مرعاش وهي في الغرب، وهي في الشرق أقصد. لو كان الاتجاه في هذا الاتجاه لكان هناك تسونامي، أو لو كانت نقطة الانطلاق من البحر لكان كذلك قد تم تدمير المنطقة بكاملها ولصعد البحر. نحن نعلم أنه بالرغم أن الخط الزلزالي ذهب متوازيا مع البحر ولم يتجه في اتجاه البحر، إلا أن البحر صعد خلال تلك الأيام الأولى للزلزال، وبالتالي هذه الجبال جبال ولاية هاتاي كان لها الفضل في امتصاص الهزات الزلزالية حتى لا تؤثر على البحر الأبيض المتوسط وتؤدي إلى كارثة. المنطقة هنا سهام تقريبا شبه خالية كما تشاهدين خلفي، المطاعم هنا مغلقة وكل شيء قد ابتعد من هذه المنطقة المنكوبة. صحيح أنها لم تتضرر مثل مدينة أنطاكيا، لكن على طول طريقنا التي تبعد تقريبا 20 كيلومتر من مدينة أنطاكيا حتى هنا، على طول الطريق شاهدنا عديد البنى المنهارة وعديد العمارات المنهارة. خلف هذا البناء يوجد الكثير من البنايات المنهارة، لكن الفضل كما قلت سابقا سهام يعود إلى هذه السلسلة الجبلية التي كان لها الفضل في عدم تطور الكارثة لما يحمد إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة أن الهزة أو الضربة الزلزالية التي وقعت فجر يوم الاثنين ما قبل الماضي قد أحس بها كل سكان المنطقة، لبنان وكذلك حتى في مصر وفي العراق، وبالتالي كان لهذه السلاسل الجبلية هنا في ولاية هاتاي الفضل في الحد من الهزة الزلزالية حتى لا تتجه في اتجاه البحر. ربما أيضا البنايات هناك تختلف عن المدن الأخرى التي ربما تأثرت كثيرا، ربما بسبب المعمار هناك، العمارات العالية وإلى ذلك. محمد، سؤال وجيه سهام، لكنه يعتمد على طريقة البناء إذا لم يكن فيها غش. لا أظن أن هذه المنطقة لامسها الزلزال، الزلزال بعد 10 كيلومترات من هنا تظهر الأضرار. حتى بعض البناءات التي يكتب عليها مقاومة للزلزال في مدينة أنطاكيا بعض منها هدم. اللاعب كريستيان أستو الذي كان محترفا وهو لاعب غاني محترفا في فريق هاتاي سبور انهار عليه منزله، وهو في مجمع سكني المفروض أنه مقاوم للزلازل، وبالتالي مسألة الغش حاضرة في الجزء وغائبة في جزء آخر لا يمكن التعميم. كذلك بعض البنايات هي بنيت قبل عام 2000، وبالتالي حتى المجالس البلدية التي الحديثة المنتخبة في ولاية هاتاي لا تتحمل المسؤولية لبعض المنازل التي بنيت قبل انتخاب هذه المجالس، والبعض الآخر يحمل المسؤولية في البناء الذي دمر وعمره مثلا سنتين أو 3 سنوات، ويحمل المسؤولية للمقاولين ولجزء من البلديات التي أعطت الترخيص. وبين هذا وذاك تظل دائما المسؤولية قائمة لبعض المقاولين ممن تم اعتقالهم. نعم، ابقى معنا محمد. نذهب إلى أضنة مع علي. علي، نبدأ معك بموضوع إنهاء عمليات الإنقاذ. نعم، بالفعل التصريحات التركية تتحدث عن إنهاء عمليات الإنقاذ لهذا اليوم، ولكن مع ذلك ما زالت هناك بعض الأعمال المستمرة
في الولايات التي لم ينتهي بعد فيها رفع الأنقاض، لا سيما هاتاي وأيضا بعض الولايات ككهرمان مرعش. أديمان التي كانت أيضا قد تضررت بشكل كبير في الزلزال، كان قد انتهى العمل بها وبموضوع عمليات الإنقاذ بها بالفعل منذ مساء يوم أمس. هناك هزات ارتدادية تعرقل العمل، ولكن يبدو أن الأمر ذاهب باتجاه إنهاء هذه المهمة في هذا اليوم. كهرمان مرعش لم يبقى فيها سوى 19 بناء يجري العمل عليهم الآن، وبالتالي يكون مركز الزلزال نفسه قد يعني شارف على انتهاء أعمال البحث فيه. هاتاي هي الأكثر تضررا، ما زالت الأعمال فيها مستمرة، ولكن ربما نتحدث عن موضوع إزالة الركام، أمر يستمر ليومين إضافيين، ولكن موضوع انتشال الضحايا هو الأمر الذي يعني تقول السلطات التركية أنه سوف ينتهي هذا اليوم. أيضا في ذات السياق وفي ذات الأماكن نشاهد أن عمليات الدعم الطبي والدعم النفسي مستمرة للناس الذين خرجوا من منازلهم. هناك بعض الفرق التي تحاول أن تمر على الأطفال في بعض مراكز الإيواء من أجل يعني متابعة أمورهم السيكولوجية والنفسية، لا سيما بعد المخاوف التي طالتهم جراء الزلزال، وأيضا بعد فقد الكثير من هؤلاء لذويهم بفعل هذه الهزة. طيب ماذا عن المشردين الآن والذين باتوا من دون إيواء، من دون مساكن، من دون شقق؟ ما الإجراءات الحكومية الجديدة لإيواء هؤلاء المتضررين من الزلزال؟ الحقيقة أن هذا الأمر يعني يختلف من ولاية إلى ولاية. في بعض الولايات يتم وضع الخيم كمرحلة مؤقتة، فيما بالفعل بدأت عملية بناء بعض المنازل من طابق واحد بأطراف مدينة نورداغ في ولاية غازي عنتاب، وكذلك وضع بعض البيوت مسبقة الصنع في ولاية كهرمان مرعش وكذلك في ولاية أديمان. بينما هنا في أضنة تحدثت البلدية بأنها سوف تقوم ببناء أبنية جديدة لمن هدمت منازلهم في الزلزال في إحدى المناطق التابعة لهذه الولاية. أيضا على ذات الصعيد كان هناك قرارات جديدة من الحكومة التركية دعت فيها أصحاب المنازل الذين يعني يمتلكون منازل إضافية غير المنزل الذي يسكنون به لعرض هذه المنازل للإيجار من خلال موقع أطلقته هذه الحكومة، وقالت بأن هذه الإيجارات يجب أن تكون يعني محدودة. وإضافة إلى ذلك دعت من يملك منازل إلى التبرع ماديا من أجل مساعدة الناس الذين لا يملكون منازل. في نفس الأمر أيضا كان هناك تصريحات حذرت أصحاب البيوت الذين يؤجرون منازلهم من رفع الأجارات بشكل كبير على الناس، وقالت بأنها ستحاسب كل من يقوم بهذا العمل. طيب ماذا عن المساعدات علي؟ ألا تزال المساعدات الأوروبية والغربية الأمريكية تنهال على تركيا؟ في الحقيقة هناك بالتأكيد مساعدات مستمرة، لأن الكثير من المساعدات هي مساعدات استهلاكية، وبالتالي نحن نتحدث عن حاجة للطعام بشكل يومي، عن حاجة للكساء بشكل يومي، وأيضا كذلك عن حاجة للدواء. بالتالي هذا الأمر سوف يبقى مستمر ما دام هناك يعني منازل مسبقة للصنع تأوي اللاجئين، وأيضا خيم موجودة لإيوائهم. أما بالنسبة لفرق الإنقاذ التي كانت تساهم بعمليات الإنقاذ، فكثير من هذه الفرق بالفعل بدأت تعود إلى أوطانها. الفريق الكويتي عاد إلى دياره، كذلك الفريق العراقي، الكوري الجنوبي، وكذلك بالأمس الفريق الصيني وغيرهم من الفرق بالفعل باتوا يعودون إلى يعني بلدانهم بعد أن انتهت عملية إخراج الناجين، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة إزالة الركام وانتشال الجثث فقط. يبدو أن هناك جديدا لدى محمد الفنيش في هاتاي. ماذا لديك محمد؟ محمد
نعم سهام معي هنا ضيف من منطقة أضنة، جاء هو وزوجته للمساعدة. جنغيز اسمه جنغيز، جاء هو وزوجته. سنحاول أن نستفهم منه ماذا لماذا جاء إلى هذه المنطقة وماذا يقوم به وماذا شاهد. اسمي جنغيز شتونوز، يوريك تركمان ماساسي. أنا اسمي جنغيز ومواطن تركي، أتيت إلى هذه المنطقة من منطقة أضنة. أضنة geldim. Bitişik Hatay'a hemen bitişik komşu bir il Adana. Burada afet bölgesi toplumsal olaraktan bütün Türkiye'yi olumsuz etkiledi. Hatta bütün dünyayı olumsuz etkiledi. Bütün dünya milletlerinin kardeş olduğu, birbirine kenetlendiği bir kez daha ortaya çıktı. En fakir ülkelerden bile... أتيت إلى هذه المنطقة ليساعد سواء بالأكل أو بالسيارة لنقل الناس العالقين من منطقة إلى منطقة أخرى. Bütün dünya ülkelerinin bir kardeş olduğu bir kez daha burada ortaya çıktı. Herkes birbirine yardımlaşmak için ellerini uzattı. Bütün dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. ونحن هنا أعلننا عن حالة تضامن تركية من جميع الولايات كرجل واحد من جميع الولايات. هناك مساعدات كما يقول، وقال أننا أظهرنا أننا رجل على قلب رجل واحد من أجل المساعدة ودعم الناس ضحايا هذه الكارثة. نعم تشكري. أوكي. شكرا جزيلا لك محمد. كلمة نعم شكرا جزيلا لك ولضيفك محمد الفنيش مراسل الغد على كل ما تفضلت به، وأشكر أيضا علي تباب مراسلنا في أضنة.